وصفتها تل أبيب بأنها واحدة من أخطر عمليات الكومندوس في العالم، والهدف هو تقويض النفوذ الإيراني في سوريا، ضربة عبرية جديدة لإيران، بينما إيران لا ترد إلا من خلال الميكروفونات. تضاربت الأقوال والنتيجة واحدة، تل أبيب تعلن أسر إيرانيين في سوريا وطهران تنفي. وبين هذا وذاك لا يزال الرد الإيراني على الضربات العبرية غائبا حتى هذه اللحظة. برأيكم ما هي تفاصيل عملية الإنزال العبرية بمدينة مصياف؟ وهل حقا تم أسر ضباط إيرانيين؟ وكيف يمكن قراءة تلك العملية؟ وما هي عمليات الإنزال المشابهة التي سبقت عملية مصياف؟ وما هي الوثيقة التي وصفتها تل أبيب بالكارثة والتي تتعلق بجنود حوثيين وصلوا إلى حدود تل أبيب وسوريا؟ كم عددهم؟ كيف وصلوا إلى الحدود العبرية؟ إجابة كل تلك الأسئلة ستجدونها في دقائق هذا الفيديو. تفاصيل العملية. نفذت قوة كوميندوس عبرية يوم الأحد الماضي عملية اقتحام في سوريا استهدفت منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للفصائل اللبنانية قرب الحدود اللبنانية. ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد أسفرت العملية عن تدمير المنشأة وتحييد عدد من الأشخاص. ووفق وسائل إعلام عبرية، ولنركز هنا، نحن نتحدث عن تصريحات إعلامية عبرية وغربية، فقد تم أسر ضابطين في الحرس الثوري الإيراني. هذا وذكرت المصادر أن القوات العبرية الخاصة نزلت من مروحيات واستولت على مواد من الموقع المستهدف، ووثائق سرية في منتهى الحساسية، ربما أبرزها وثيقة تتحدث عن ذهاب مجموعة من حركة أنصار الله الحوثيين إلى سوريا بهدف القيام بعملية برية ضد تل أبيب. بحسب الوثيقة، فإن كتيبة حوثية وصلت إلى سوريا وأجرت تدريبات عسكرية تحاكي التسلل عبر الأنفاق والسيطرة على قواعد عسكرية عبرية واختطاف جنود. هذا وأكدت الوثيقة التي نشر نصها مركز مائير عميد للاستخبارات العبرية أن المواقع الجغرافية التي كان سيتم الاختراق عن طريقها هي بالفعل تحاكي جغرافيا الأراضي اليمنية، وهذا ما كان سيسهل لهم العملية إن تمت. وأضاف المركز أن العملية تمت بمشاركة مسؤولين أمريكيين قبل تنفيذها. هذا وأكدت المصادر أن القوات البرية شاركت في الهجوم نظرا لتعقيد العملية ولجمع المعلومات في موقع الأسلحة، فيما لم تسجل إصابات بين الجنود العبريين. وتزامنت العملية مع غارات جوية على الموقع، وهو مركز مختص للدراسات والأبحاث العلمية الواقع بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب سوريا، حيث يتم تطوير صواريخ دقيقة قصيرة ومتوسطة المدى. بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بمقتل 18 شخصا وإصابة آخرين في الهجوم. كان المركز المستهدف له ارتباطات بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية وصواريخ طويلة المدى وبمساعدة إيران. ووفقا لما ذكره خبراء ومسؤول عبريون أمريكيون، تعتبر هذه المنشأة مسؤولة عن إنتاج الصواريخ الدقيقة للفصائل اللبنانية، ما يمثل تهديدا للكيان العبري بسبب قدرات تلك الصواريخ في ضرب أهداف بشمال الكيان. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، ونحن هنا إلى هذه اللحظة نتحدث عن ما تتحدث به وسائل الإعلام الغربية، فإن العملية العبرية قد شملت 3 مراحل، حيث استهدفت الجولة الأولى من الضربات الجوية مواقع عسكرية سورية حول مصياف، تلتها هجمات أخرى استهدفت مباني في المجمع العسكري المتصل بأنفاق تحت الأرض. أما المرحلة الأخيرة فقد شهدت إنزال جنود الكوميندوس العبريين بواسطة مروحيات، حيث تقدموا نحو المنشأة تحت غطاء من الطائرات المسيرة التي كانت تقصف القوات السورية المتجهة لمكان الهجوم. أما بالنسبة لهدف العملية الرئيسي فقد كان تدمير المنشأة، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر الغارات الجوية فقط، في حين كان الهدف الثانوي جمع المعلومات الاستخباراتية حول تطوير الفصائل اللبنانية للأسلحة والصواريخ. الرد الإيراني. لا يخفى عن الجميع أن أحد الأهداف الرئيسية لتلك العملية كان إحراج النظام الإيراني، خصوصا وأن الهجوم استهدف خبراء إيرانيين يعملون في مركز البحوث السورية بمدينة مصياف. وكما ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية، فإن قوات الكوميندوس قد أسرت ضابطين إيرانيين لتخرج إيران وتنفي صحة التقارير التي تحدثت عن فقدان إيرانيين في سوريا. وأكدت أن ادعاءات تل أبيب حول أسر ضابطين إيرانيين بالقرب من مدينة مصياف هي
غير صحيحة. وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة تسنيم أن الغارات العبرية استهدفت منطقة تتمركز فيها قوات سورية وليست إيرانية. ووفقا للرواية الإيرانية لا توجد قوات أو شخصيات إيرانية في الموقع الذي استهدفته فرقة الكومنداس العبرية، لكن المرصد السوري تحدث أن مركز البحوث العلمية بمدينة مصياف يعمل به خبراء إيرانيون والذين يعتبرون الذريعة التي تهاجم بهات الأبيب الأراضي السورية. لذا فالسؤال هنا، كيف نقرأ عملية عبرية من هذا النوع على الأراضي السورية؟ عملية معقدة. يرى خبراء أن هذه العملية هي الأكثر تعقيدا من نوعها في التاريخ، حيث أوضح العميد إلياس حنا أن هذه العملية تختلف عن الهجمات السابقة التي استهدفت الموقع عبر الغارات الجوية، مشيرا إلى أن الجديد هنا هو تنفيذ عملية معقدة تضمنت استخدام القوات الخاصة والطوافات، وهو أمر يستدعي قدرا عاليا من التحضير والتخطيط. وأكد أن العملية التي استمرت ساعة واحدة شملت انزالا بريا وليس مجرد غارة جوية، مما يعكس تعقيد وجرأتها، كما أن أحد أبرز جوانب العملية. وبحسب المعلومات المتداولة كان أسر شخصين من أصول إيرانية، وهو يعتبر كنزا استخباراتيا قد يمنح تل أبيب معلومات مهمة. ونظرا لأن الهجوم وقع على بعد 50 كيلومترا من قاعدة حميميم الروسية و40 كيلومترا من القاعدة البحرية طرطوس، أثار التساؤل حول كيفية عدم رصد الرادارات الروسية لهذه العملية الجوية المعقدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التقارير الخاصة بتلك العملية لم تصدر فقط عن موقع أوكسيوس الأمريكي، بل نقلت أيضا عن نيويورك تايمز عبر مسؤولين غربيين، ما يعزز مصداقية الحدث. ووفقا للعميد إلياس حنا، فإن الموقع المستهدف يمثل جزءا من شبكة لوجستية للفصائل اللبنانية تستخدم لتطوير الصواريخ الدقيقة. وتدمير هذا الموقع يظهر قدرة تل أبيب على تنفيذ عمليات مشابهة سواء داخل سوريا أو لبنان. أضاف حنا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية قد يكون جمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك وثائق واستجواب الأسرى، ما يمنح تل أبيب فهما أعمق حول كيفية نقل إيران للأسلحة إلى لبنان ونوعية هذه الأسلحة وآلية تصنيعها. على أي حال، لم تكن تلك هي العملية الأولى من نوعها، بل سبقتها عدة عمليات إنزال مشابهة ويمكن سردها كالتالي. عملية إنزال القنيطرة. حدثت هذه العملية في عام 2015، واستهدفت القيادية في الفصائل اللبنانية جهاد مغنية وعددا من المقاتلين الإيرانيين واللبنانيين بالقرب من منطقة القنيطرة على الحدود السورية العبرية. العملية تمت باستخدام طائرات مسيرة، وتم تصفية جميع المستهدفين بعد رصد تحركاتهم. وإذا بحثنا في أي محرك بحث فسنجد تلك المعلومات حول هذه العملية وكيف تمت. عملية إنزال قرب دير الزور. العام 2017 نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال في منطقة دير الزور السورية ضد عناصر أحد التنظيمات المسلحة. كانت العملية تهدف إلى القبض على قادة التنظيم، وقد استهدفت عددا من كبار المسؤولين في التنظيم. عملية إنزال منطقة التناف. العام 2018 نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال قرب قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية. استهدفت العملية عناصر من أحد التنظيمات الإسلامية المسلحة، كانت جزءا من جهود التحالف الدولي للقضاء على التنظيم في سوريا. عملية إنزال البوكمال. حدثت هذه العملية عام 2020، واستهدفت فيها القوات الأمريكية والعبرية عدة مواقع إيرانية في منطقة البوكمال، وهي نقطة استراتيجية على الحدود العراقية السورية. العملية تضمنت ضربات جوية وإنزال للقوات الخاصة لتمشيط المواقع المستهدفة. عملية إنزال في البادية السورية. هي عملية نفذتها القوات الأمريكية عام 2022 في مناطق البادية السورية والتي كانت معقلا لبقايا التنظيم. العملية أسفرت عن اعتقال عدد من القادة والمسؤولين عن العمليات. تعتبر العملية من هذا النوع جزءا من استراتيجيات الكيان العبري والولايات المتحدة لتقويض النفوذ الإيراني، حسب تصريح وزارة الدفاع الأمريكية. السؤال لكم مشاهدين الآن، هل ستنجح عملية تل أبيب في تقويض الجهود الإيراني في سوريا بمثل هذه العمليات؟ وكيف سترد إيران برأيكم؟ أخبرونا في صندوق التعليقات.